تعرف؟ والله لما المدير قال بإذن الله وعلى سنة رسول الله قلت لحالي أيوة، والله راحت عصبي. قولي لا تذكرني يا أخي، أنا بلحظتها انقطع نفسي والله. ولما اطلع أبوها هيك بكل هدوء قلت لحالي ومصيبتها. كل واحد لازم يكون قد كلمته ويحمي شرفه وعرضه، ونحن هلا ما بنعطي البنت لشاب مثل هاد، حاطط روحه على كفه مشان يحمي البلد، مو معقول. ألف مبروك عليه. حلال عليك عمي، هات ايدك لبوسها. خلص لك بالتر، اعطيني ملح لك يا ابني. وقف، ارجع لوعيك. شو اللي عملته؟ شو صار لك فجأة؟ بالرفاه والبنين. ايدك عمي، الله يرضى عليك. ايدك مرت عمي. ان شاء الله. الف مبروك يا ابني. الف مبروك. مبروك يا ابني. اخي انا لما صفن الصفنه العجيبه فكرته رح يقول شيء ثاني. ايه هلا انت بتضل عم تركض لتخلص تحضيرات الخطبه تبعك. قلت له رح نروح نخطب له، قال هالترفيعة أكبر من هيك، قال لي حيرفعوه رتبة. ليش وقفت ابني؟ الحمد لله. يلا بقى امشي، رح يبرد البرك. يلا مزبوط والله، بس في ترفيعة بالموضوع. احتمال كبير يفوتوا من هي الجهة. بنص البلد في زحمة، بس لما بيوصلوا لهي النقطة بنقدر نقطع عليهم الطريق. أحياء ولا أموات؟ إذا فينا نجيبهم عايشين ماشي، وإذا ما مشي الحال مجبورين ندفنهم، ما في حل تاني. وفي خبر مو حلو، المهام الخاصة هي اللي رح تنقل نجدة. شو؟ قلت المهام الخاصة؟ لك من وين طلعوا لنا هدول هلا؟ الأمن بيعرفوا شو أهمية نجدة عنا. احكي لنا شو لازم نعمل. معناها بتطلبوا دعم. كيف يعني؟ اطلب الموتورات. تكرم عينك. اخي انا لهلا ما كنت افهم ليش عطونا النا مرافقه واحد وسخ مثل هذا. شو صار لك؟ مستصعبه يعني؟ ايه طبعا اخي، الزلمه تاجر مخدرات، وفوق هيك ما في شغله وسخه ومعاملها. لا يا صاحبي، ما بنعمل شيء وسخ. البنات بيجوا بيطلبوا منا شغل ونحن بنقدم لهم المساعده، يعني فيك تقول خدمات انسانيه. شو رايك اخنق لك اياه لهذا اللي؟ تمام بالتا، اهدى خلينا نسلمه بخير وسلامه، والقاضي رح يخليه يبكي دم اصلا. مع هيك ناس وسخين مثل هاد الاهالي لازم يديروا بالهم منيح على اولادهم، لازم يعرفوا لمين عم يسلموا اولادهم ومستقبل اولادهم، لازم يبعدوهم عن كل رفقات السوق الوسخين بالبلد، وخصوصي مثل هاد. لو تعرف كم امر توقيف بحق هاد الوسخ، من الانتربول للاستخبارات السريه. الشخص الناجح دائما مستهدف، وانا رجل اعمال ناجح. الله قلت لي رجل اعمال. سيبوه، اذا هذا الزلمه لهالدرجه خطير، واذا سلموا فرقتنا نحن مهمه توصيله على المطار، لازم ندير بالنا منيح بلا ما نتفاجئ بشيء هلا. تمام، انا رح ضلني مراقب حاله الطريق والحركه اللي فيه. برافو. ليش هيك عم تطلع يا وسخ؟ معجب فيكي. يعني لو اجيتي لعندي انا كنت بتقضي اضعاف اللي بتقضيه هون وفوق هيك. خلص عندي سيبه، اعطيني الزي العريض من عندك. تفضل. جميل، مسك خلي هاد. ماشي يا اخي. نستقر واحد الى مركز المراقبه، اسمعك جيدا. تعال هون. افتح تمك، افتح، عامل لك تحت تمك. افتح حيوان، افتح تمك، افتح. يلا ولك. شايف هيك صرت كتير حلو. يعني لازم تفجر هدول الرصاصات وحده وحده بتمه، بيطلع منهم عرض حلو. ها والله بيجيك عالم كتير. نحن ما منسكر تم الشيطان وبس، منعبي له تمه رصاص يا صاحبي. ايه يا افندي، عم تفهم؟ هلا طلعوا من هنيك، ناطر الشباب يركبوا جهاز التعقب. تمام، جهاز تعقب مكانه. ليكن هون نحن بعاد عنهم. لا منبلش، ما هيك؟ تمام، خبر الموتورات كمان ويلحقونا من الطريق الثاني. ماشي أخي. مطلوبنا ارسال كاميرات المراقبه الينا فورا بسرعه. يعني جالسين اطفال والله باص مدرسه. من مجال مهماتنا في حمايه الشخصيات المهمه كمان. اصلا هذا اللي مضايقني، يعني مين هذا ليجي لك اخي؟ لك نحن ليش لنحميه لهذا الزلمه؟ يعني انت رح تطلع افهم من الامن ومن المخابرات السريه يا كارلوس. عن جد انا كمان عقلي ما عم يستوعب هالشيء. نحن بالعاده كان لازم انه نقتله لهذا الوسخ بارضه. شباب ليكو، هالسرسري كان تاجر نسوان وتاجر مخدرات على نطاق دولي واسع، ولما زلمه مثل هذا بيحكي كثير عن اوكار لوسخين مثله رح ندمرها. ولما هيك زلمه بيوقع بايدين الامن، الكل رح يحاولوا انه يسكتوه. اي طبعا يعني. واذا بدنا ندمر الشبكه ما بيفيدنا ميت، لازمنا وهو عايش، ولهيك اخذنا المهمه. ولو بتعملوا معروف بدل ما تستخفوا فيها، الكل لازم يفتح عيونه. شباب لا تاخذني يا اخي، انا هلا فهمت عليك منيح. اي والله اخي. شو كيف الوضع؟ لقدام ما في زحمة كتير، ماشي الحال يعني، هنيك منيح. الموتورات جاهزة؟ عم يفتروا من الجهة الثانية. يلا معناها رح نبلش. يلا تجهزوا. اقطعن أخي؟ ايه اطلع عنون. سيبه، الزلمة ده عسلم. باص صغير بيقطع سيارة شرطة؟ رح فيش اللوحة تبعه. لا لا أخي، ما في عنا وقت، لا يصير شي بتفيش له. الشباب خليكم منتبهين منيح. مثل ما توقعت جايين ياخذوا لها الوسخ. شو بنعمل عاكف؟ جميل اسمعني، هذا الزلمه بامانتك. على المعلومات اللي بيعرفها كثير مهمه، انت خليك بالسياره ولو شو ما صار لازم تضل تحميه. امرك سيدي. استنوهم استنوهم ليطلعوا. الهدف معروف، نظام الهجوم على الباص. انزلوا يلا شباب، فضوا السياره. يلا يلا يلا. انت انزل على الارض. يلا يلا. بحياتي ما استلمت هيك امانه وسخه. رح نتوجه الفاصعة كيف؟ هدول الجماعة لحقونا لهون وقطعوا طريقنا وهلا ناطرين هيك. فيشت لوحة السيارة ما لها سجلات، نطلب دعم عاكف؟ لا، إذا نحن بنص البلد طلبنا الدعم ما رح يضل عندي عين أتطلع بالناس، ما رح خلي حدا يقول إني طلبت دعم مشان شخص واحد. ما بدي أتدخل بشغلك أخي، أمو حدودي بس، ما بنعرف شو ممكن يطلعنا من الباص. يلا عاكف، شو نعمل؟ نقوس عليه هون؟ لا مو هلا، هن ناطرين إنه نتحرك لعندهم ونحن كمان رح نستنى. الجماعة طلعوا أذكياء، ما عم يقربوا لعنا. ممكن يكونوا طلبوا الدعم. لازم نخلص من هالشغلة، الوقت ماله لمصلحتنا. بلش إطلاق النار. ترى واحد جاهزين، رح نبدأ إطلاق النار على الهدف فوراً. يلا سيبه، يلا 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 نار. سيبو، عم تسمع؟ شو أخي؟ كأنه في سبع موتورات. يا شباب، حولوا القواص على الموتورات. نار 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 نار. وأنا بالفخ من ثلاث جهات. عاكف لازم نطلب دعم. لبين ما يوصل الدعم لازم نوقف بوش الفخ يا شباب. يلا توفقوا، اوصوا عليهم كلهم، اوصوا عليهم. إذا الشهادة شهادة وإذا رتبة رتبة والحمد لله. جميل. جميل جميل، حق على ايمك، لازم خليك لحالك، جاي لعندك، تحمل قد ما فيك. جميل يا شباب، جميل انصاب، لازم نطلعه من هون، بس ما رح نقدر نتحرك. الجهة الثانية آمنة أكثر، حاولوا تطلعوا من هنيك. جميل تحمل شوية. جميل يلا سيبه. هدول الأخطي والشراشف كلهم شغل إيدي، طرستهم وأنا عم أتخيل حالي قاعدة مع حبيبي جميل. هالإيدين لازم ينلفوا بالحرير مو هيك؟ ضليتي كل هالسنين أنت وعم بتطرزيهم كرمال ابني جميل، هالولد محظوظ كتير. ما بتصدقي قديش مبسوطة فيكي وبابني. جميل جميل، مشان الله رد علي، انت منيح؟ سامحوني لاني ما قدرت غطي هاي الجهة. آسف ما قدرت، سامحوني يا أخواتي. عاكف، لازم نسوي شيء لجميل وخليهم يحكوا إنه فرقة العمليات الخاصة وقعت بكمين بنص البلد. شايفة الشطارة كتير حلوة. شوفي كمان هدول يا أمي، طرستهم كرمالك، إن شاء الله يعجبوكي. كتير حلوين وألوانهم بتجنن كمان، يسلم دياتك. يا قلبي يا جميل، راح العملية من دون ما نشوفه، كنت حابة كتير أقعد معه. شو بدنا نعمل؟ هذا شغله كمان. صحيح، معناتها ما راح تطولي بتحضير جهازك، مو هيك؟ طبعاً طبعاً، ولا يهمك، كل شيء راح يكون جاهز. كيف العادات عندكم أمي؟ لأنه عنا بناخد هدايا للأب والأم وكل الأخوات. والله ما في داعي تعذبوا حالكم، وضعكم على قده، بكفينا محبتكم. ولا يهمك. على فكرة بعرف محل رخيص ومرتب عنا بالسوق، شو رأيك نروح لعنده؟ وهنيك بتنقي وبتشتري يلي بدك إياه لجهازك. من جهتي موافقة، وبالمرة بلكي منلاقي شي طقم مرتب لجميل مشان الخطبة، مو هيك؟ وهي بدها سؤال يا بنتي، أكيد ما رح نطلع قبل ما نشتري له شي. جميل بيحب طقم الخطبة يكون لونه كحلي. سمعاني؟ أنا رايح لعنده يا عاكف. ما انت واقف، خليك عندك. كلب من هدول بدهم ياكلوه. ما انت عم لك خليك عندك، لا تتحرك. هو عم يموت. انا بفرجيكم. تمام تمام، مو بدنا دعم من المركز. نسقر واحد، نسقر واحد، وقعنا بكمين كبير من كل جهه بالطريق، ونحن بطريقنا على المطار وبحاجه للدعم فورا. بسرعه يا الله، اوصوا على هي الجهه يلا. لوين يا شباب؟ ما ضيفناكم شيء، ما حذرت. زين لشوف. اسمع يلا، بدفع لك يلي بدك اياه، خليني اروح. خلي مصاريك بجيبتك، انا مالي بحاجتك. فوت لجوا، فوت. طلعوا لك، طلع، دير بالك، سيبه، طلع يلا. تمام عاكف. جميل شد حيل. عاكف، المسجون هرب شي. سامحني جميل، صدقني رح تعيش. فكر بخطيبتك اللي عم تستناك، بترجاك استحمل كمان شوي. امي قالت لي يا اخي انه في ترفيعة جايتني، قالت لي انه رح اترفع رتبة، بس ما فهمت عليها بوقتها. هلا عرفت شو قصدها. جميل لا تحكي على حالك بهالطريقة، خلي إيمانك بالله. شو بك؟ عاكف، أنا رح حط وسام الشهادة على صدري يا أخي، شوفي أحسن من هيك رتبة يا صاحبي. المعركة لسه ما انتهت، ونحن بحاجتك يا بطل، يلا. أخي بدك توعدني إنه تحرر كل بنت من بنات هالبلد اللي دمر لهم حياتهم هالواطي القليل الشرف. وعدني يا جميل، وعدني. ولا يهمك، ولا يهمك. رح نحررهم سوا إن شاء الله، رح نحررهم سوا. أخي خذ هي مني. أخي أمانة عليك تسلم لي على أمي كثير، وإلا إني نلت الشهادة. جميل بترجاك يا جميل، لا تتركنا وتروح. جميل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. جميل. جميل جميل. لا تروح، لا تتركنا. جميل. جميل استشهد، استشهد. هي الشهادة اللي سعيت وراها وتمنيتها من زمان. أنا بدي إياها. يا ربي دخيلك ليش ما أخذتني إلي وتركته إله. عاكف، حرام هالحكي هاد. هذا نصيب وما فينا نعترض على حكمة الله، كلنا معرضين لنموت بأي لحظة. شغلتنا هيك بتتطلب منا، ولا نسيت؟ وكل الله. وبعدين أنت بتعرف إنه الشهيد ما بيموت، هو عايش بيناتنا. نياله على هالشرف هذا يا أخي. وهلا بيكون شايفنا وقاعد مع المؤمنين. يلا أخي، لا تضيع وقتك بالبكاء. خلينا ناخذ بيتارو من هالمجرمين. يلا يلا قوم قاتل، ما لازم نترك دم الشهيد يروح هدر يا أخي. يلا يلا قوم. سيبه. شوفي أمي، ما بعرف، فجأة حسيت حالي بدي أبكي وما قدرت أوقف دمعتي. يمكن من فرحتي وقت شفتك مجهزة كل شي بإيديكي. الله يرضى عليكي، مو مصدقة عيوني يا بنتي. كل عمري كنت أتمنى أشوف هاليوم قبل ما أموت. يا عمري أنتي. حتى لو كانت دموع فرح ما بدي شوفك عم تبكي. بيقولوا البكي مو منيح للعرسان. أنا كمان اطمنت على بنتي إنها أخذت شاب مرتب وقبضاي مثل جميل. الله يوفقه. رجب، أمرني يا أخي. جيب لي الرشاش تبعك لهون فوراً يا أخي. طالعوا نجدة، طالعوا نجدة وخلونا نمشي من هون بسرعة. طالعوا المعلم نجدة من هنيك، يلا بسرعة. هيا الرشاش. خليك مركز معي، لما بقول ثلاثة منبلش. حاضر. يا الله بسم الله. عاكف. لازم نخلص من هدول الاثنين، خلوا كل النار عليهم، لازم نقتلهم بسرعة. وين كرمال روح الشهيد جميل؟ شباب هدول وصلوا دعم، السيارات صارت ورانا، الأمانة صارت بخطر، إليف أوصي عليها. برجيكم يا كلاب. انتبه. من الصقر واحد للصقر اثنين. صقر واحد عم اسمع. هذا الوقت المناسب للهجوم على الباص. تحركوا، لازم نلحقهم قبل ما يهربوا. يلا. صقر اثنين، انا رايح باتجاه سيارة الدعم. علم اخي، الباص صار عندي. جميل كيفه؟ شو وضعه؟ طمني عليه. مبروك عليه الشهادة. جميل أخي غطوني. سيبو. نعم سيبو، تعب جهتي، أخذوا الأمانة، تعب بسرعة. لفوا 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 لفوا، يلا 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 بسرعة، يلا بسرعة. وقفوا شوي. تمام إليف، أنا رايحة معكم. يلا استعجل، يلا سيبو. يا أولاد الكلب، بتعرفي يا أمي أنا انبسطت كتير لأنه عجبوكي. شو هي عجبوني يا بنتي، بياخدوا العقل كتير. أخذنا الوقت وما حكينا بتفاصيل الحفلة، لازم يكون الوقت مناسب لجميل مو هيك ولا لا؟ أحسن ما يطلعوا له بشي مهمة ويتركنا ونحن بنص الخطبة. شو رأيك نعمل غطا لشناتي الجهاز كمان يا بنتي؟ عندي غطا مطرز وحلو كتير بالبيت، صدقيني رح تحبيه كتير. إن شاء الله خير. رحنا طلبنا له البنت كم يوم وكان رح يخطب يا كارلوس، كان رح يعمل حفلة ويلبس المحبس وكنا رح نعمل له حفلة مرتبة ونغني له للصبح. رجب خلص، جميل استشهد. مو أنت كنت تقلي إنه الشهيد عايش عند ربنا؟ ما لازم نبكي عليه يا أخي، لازم ندفع على الكلاب تمن كل نقطة دم نزلت منه. رجب، كارلوس، رجب، حجز لنا مكان عندك يا أخي، والله لخليهم يدفعوا الثمن غالي كتير وهلأ بتشوف شو رح ساوي فيهم. يلا يا صاحبي خلينا ناخذ الرصاص ونبعتهم على جهنم لهالكلاب. مرني سيدي، الرصاصة اللي جاي من الباص هلكنا. يلا اسمعوني منيح، رح نهجم عليهم هجمة واحدة. صحيح، إذا ما قتلناهم عيب علينا نكون رجال، خلونا نهجم عليهم. يلا رجب، يلا معلش شباب، غطوا علينا بكل سلاحكم وأنا والباقيين رح نهجم ونتحامى بالمتاريس. كارلوس لاقي لك زاوية قنص مناسبة. أمرك سيدي، اعتبره صار. والله لأهلككم برصاص، والله جايكم. ما رح خلي غص الشجرة يعتب علي يا أوباش. لازم نقطع الطريق عليهم. سيبوا عجل شوي واقطع الطريق قدامهم. إليف أول ما يقطع الطريق عليهم رح ننط فورا. ماشي، اتكلي على الله. إذا ضلينا ماشيين هيك أكيد رح يمسكونا. فوت بالطريق المعاكس، خلصنا. وين الدعم؟ شو ما في غيركم أنتوا اثنين؟ شو بدنا نعمل؟ هذا اللي طلع بإيدنا. بعدين لا تنسى هدول فرقة العمليات الخاصة. الحكي كله ما بيهمني، اطلع من الشباك وقوص عليهم وركز على الدواليب. يلا اطلعوا إلهيون. عاكف رد عليهم بسرعة. الله ياخذك شو غبي، اسرع. الله يسلم دياتك، بسرعه بسرعه. اذا ما قدرت تهرب منهم راح اقتلك بدياتي. يلا شو اسرع من هيك، شو صار لك؟ يلا سيبو استعجل شوي. عاكف هيك ما راح نلحقهم ابدا، راح غير الطريق. تمام سيبو، اتكل على الله. استعجل يلا. يلا اتحركوا بسرعة. على الارض ولغي. ماشي خلاص ماشي. ما تقولكش وهي مشان روحك يا جميل. عفارم عليك، شكلنا خلصنا منهم. معلم صاروا ورانا. على اليمين، لف على اليمين بسرعة. أسرع. العامة بعيونهم. واقف مكانك ولك. واقف اصحى تتحرك. عاكف وقف، لا تقوس عليه، هو بيعرف شغلات كثير. انا رايحه من هي الجهه. تمام انا رح ضلني راكد وراه من هون. مكانك، ما بدي ولا حركة. وقف وإلا بقوص عليك. شوي شوي. عاكف اهدى شوي. عاكف اهدى. أنا برجيك. عاكف اهدى شوي بقى. عم تفهم لك. عاكف اهدى. الكلاب اللي استأجرتهم بمصاريك الوسخة ما قدروا يهربوا منا، عم تفهم؟ رح تندم، ولك انتم ما عندكم اهل وعم تخافوا عليهم. عاكف خلص شو صار لك؟ اسمعني منيح ولك، انت بتعرف انه القطط بتحب اللحم الفاسد ما هيك؟ والله لقطعك وطعمي لحمك الوسخ للقطط والكلاب. إليف، هاد لجميل. الأفضل أنت تسلمي لأمه. بنتي؟ مدد يا أخي عيني محمد مصطفى، مدد يا أخي زهراء، مدد يا شبيب كربلاء. لا تقولي يا، لا بنتي لا تقولي شيء. اصحي تقولي يا، لسه على الجهاز تبعه ما شافه. خالتي خالتي. البقية بحياتك. الله يرحم جميل ويجعل مسواه الجنة. خالتي خالتي اهدي شوي. وصلني هالخبر، وصل الخبر، بس أنا ما فهمته يا بنتي. بنتي أنا ما تحملت فكرة إنه جميل رح يتركني ويروح، مع إنه هي الشهادة كتير بتلبق له لجميل. قليلي بتلبق له، مو هيك؟ قليلي هي بتلبق له. لك أنا ابني بطل، الشهادة بتكون لبقت لحبيب قلبي جميل يا ابني. أنا اللي راحت علي. جميل هلأ ارتاح وصار بمرتبة أعلى إن شاء الله. أنا وعدت لابني إني ما أبكي. هو كان يقول لي أمي إذا أنا استشهدت فجأة اصحي اكدبكي. هون إذا في دموع رح تنزرف بهالوقت، حتكون دموع الفرح والسعادة. أخونا الغالي جميل اتخطى كل الرتب والمراحل الدنيوية، وصل لأعلى الرتب بالعالم وترفع أفضل ترفيعة بالعالم لأنه هو استشهد. الله يجعل مسواه الجنة. آمين. وإن شاء الله ربنا يطعمنا هالشرف. آمين. بالتأكيد يلي بيحبوه رح يزعلوا عليه ويبكوا شوي على فراقه، هالشي طبيعي. لك أنا هلأ إذا بفقد أعصابي مفكرين إني رح أبكي؟ مين معي؟ لازم نحكي وضروري كتير. تعال على العنوان اللي رح اعطيك اياه. مين انت؟ وانا عن شو بدي احكي معك؟ بخصوص زميلك الملازم إلكار، لازم تجي. المخابرات نشرت خبر وفاة نجدت بالمعركة اللي صارت. هالوسخ ما بيجي منه خير، لا هو عايش ولا هو ميت. هن عملوا هيك مشان يضل هذا الزلمة عايش. يعني بدون ما نحقق نحن معه رح نروح ونسلمه للنيابة سيدي؟ هيك بالضبط. مجبورين. هالشي مستحيل، مستحيل سلم هذا الزلمة. هذا الوسخ بلوى مصبرة على رؤوس العالم وبسببه استشهد رفيقنا كمان. شايفتك روقت هلا، هيك بدي اياك، هيك. يلا رح تلاقي له بنت، انت وعدتيني. لك ايه، كول يلا كول، وعدتك خلص يلا. وقف وقف عندك. إذا بتسحب سلاحك ما بتاخد مني ولا كلمة. بس أنا متوترة، لسه في بقلبي مكان فاضي ما رح يعبيه غير ولد أحمله وضمه وربيه أنا، فهمتني؟ أنا مستنيتك لحتى تجي وتقلي يلا أليف تعي، تعالي معي حبيبتي. ألف مبروك أخي كارلوس. إيه عقولة المثل اللي بيسمع الكلمة بيتجوز وبيعيش سعيد.